شبك وقلبي لما انشبك دندن ولكن مرتبك ترغل بمجموع الحروف حروف وزائد معلومات مربعات ومنوعات مليانة زينة كالعروس مليانة زينة كالعروس عالرمشك أحلى ملونة والوش تدويرة سنة والشعر مجدول بقنات والخد من ورد القاموس بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في برنامج حروف وضيوف. احنا شرحنا قبل كده اللعبة عبارة عن كلمات متقاطعة، الغرض منها جلسة أسرية سليمة جميلة، إضافات للمعلومات ممكن عزيزي المشاهد تكون عارفها وممكن ما تكونش عارفها، إنما هنضيف لك إحدى الطرائف حول هذه المعلومة. في نفس الوقت بنشوف الوجه الآخر للفنانين المشتركين معانا. النهاردة معانا في فريق المربعات الأفقية المطربة سهام إبراهيم، الفنان الكبير حسن حسني، جميل ماله، الفنان الكبير إيهاب نافع، المطرب العاطفي جميل عماد عبد الحليم. في الجانب الآخر، الفريق الآخر عبارة عن اللي هو ماسك المربعات العمودية، الأستاذ الكبير شفيق جلال. يلي الكوميديان المعروف الأستاذ فؤاد خليل، وبعدين الكتكوتة الجميلة حنان شوي، وبعدين المطربة الجميلة ليلى غفران. هنبدأ مع بعض المباراة. طبعا زي ما احنا عارفين اخواننا اللي في البيوت محضرين الورق والكمبيوتر هيملى المربعات السوداء علشان نقدر نتابع مع بعض. نبدأ المباراة زي ما تعودنا، بنملى الخط رقم 2 الأفقي. الكلمة الأولى هي رصة. الخط رقم 2 الكلمة الأولى رصة، ومجموعة العمودي هنملى لهم برضو كلمة، وهي العمود رقم 6 بالأول كلمة وهي أي. مليناهم فوق الحاجات اللي الكمبيوتر سودها من المربعات الاخرى معانا. أيوة. اصحوا علشان في اسئله عايزه مخ وعايزه تشغيل مخ. ما تلاقيهاش جسم معلش هدور طيب بختي ماشي.
تفضلي. انا كده. المجموعه الافقي، هنسال الافقي. الكلمه الثانيه من ثلاث حروف، الخط الثاني. الخط الثاني، الخط نمره اثنين. أيوة تاني. أيوة كلمه اخرها ايه؟ اخرها ايه؟ من معانيها بلا طائل. بلا ايه؟ بلا طائل، بلا جدوى. ثلاث حروف او ثلاث مربعات. بلا طائل وبلا يعني جدوى. ما فيش فايده. وتاتي ايضا بمعنى ندى الليل. اظن ما فيش احلى من كده واسهل من كده. مش عارفين قولوا. مش عارف. شذا؟ لا. شذا. سودان. سودان. سين دال ي. سودان. فقدت نمرتين. العمودي. أيوه. العمود رقم اثنين، الكلمة الثالثة. أيوه. رقم اثنين. الكلمة الثالثة. ثلاث حروف بمعنى أحبة. وممكن أيضا تيجي بمعنى عطشة. ولكن ياريت تركزوا على كلمة أحبة. أحبة. لأنها أقرب وأجمل وحنينة أكتر. ولو ركزتوا عليها هتلاقوها. من كم حرف دي؟ ثلاثة. أيوة. من ثمانية. مش كان اللي قدامك ثلاث حروف؟ أحبة. هامة. برافو عليك. الخط رقم 11. الكلمة الثالثة. أيوة. مشروب عالمي. ثلاث حروف. مشروب عالمي. مشروب عالمي. شاي. 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 مفيش اسهل من كده. من غير غش. بمناسبه الشاي، في معلومه لطيفه جدا على الشاي، يا ريت نسمعها ونعلق عليها. وبرضو في اسئله عليها، اللي هيقدر يجاوب على هذه الاسئله هياخد ارقام ويستعين بيها في الاخر في الفوز. بيقول لك مثلا اول مقهى قدم شاي للناس افتتح سنة 1717 ميلادي. طيب سؤال صغير نقدر نطلع منه معلومة. نبات الشاي أو نبتة الشاي دي امتى اكتشفت؟ يا ترى كان ده 1270 قبل الميلاد، ولا 1270 بعد الميلاد، ولا 2700 قبل الميلاد؟ 2700. برافو عليك. يا سلام. هتكسب. هتكسب درجتين. طيب كلمة شاي دي أصلها إيه؟ من أنهي جنسية؟ من الصين. الصين. العمود رقم سبعة، الكلمة الثانية. رقم سبعة. الكلمة الثانية. إظهار ما في النفس والقلب معكوسة. نقول إحنا؟ لا، فاضل فاضل خمس ثواني. فرح. رئة. إظهار. إظهار. عملية عملية إظهار الفرح. بوح. الأفقي. سؤال الخط رقم خمسة. الكلمة الثانية معكوسة. أربع حروف من أسماء الظبية. من أسماء الظبية. وهذه هذا الاسم كان اشتهرت بها واحدة فارسة من الفارسات، والاسم الثاني لها بنت الأزور. بنت الأزور. بنت الأزور. احدى بنت الأزور. خولة. خولة بنت الأزور. بنت الأزور. العمودي. ايوه بيه. الكلمة الثانية. أيوة. العمود رقم اثنين، الكلمة الثانية من ثلاث حروف، احدى اثنتين من جهاز التنفس. ايه سهلة؟ رئة. طيب ما هو في حاجات سهلة وفي حاجات صعبة. وقال لازم تجاوب عليه في 10 ثواني. ايوه بيه. الرئتين يتساوي في الحجم؟ لا لا. استاذ طب رد ليه؟ اليمنى اكبر. ليه؟ والله عشان الواحد نايم كده ياخد نفسه. عشان الضروع دي. لا عشان القلب. ها؟ ايوه. الله. وهمي الدكتور. مش دكتور. وهمي الدكتور. الدكتور ده سحبه منه البكالوريوس يا بيه، عشان تبقى عارف. إيه؟ اي حاجه طبيه مثلا. ايه يا فؤاد؟ كير 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 كير. ايوه. ايه تحدي يا سعاده الباشا. وجود القلب في الجهه اليسرى من الصدر يجعل الرئه اليسرى اصغر حجما من الرئه اليمنى. لكن الافقي خط رقم سبعه، الكلمه الاولى. فتره من الزمن، اربع حروف. فتره. وهله. وهلة. مهلة. وهلة. برافو. مهلة. غير أي حاجة.
العمودي. الله العظيم. العمود رقم واحد الكلمة الثالثة. العمود رقم واحد الكلمة الثالثة الأخيرة تحت. آه. حرفين. بحر. حرفين. يم. بحر يم. برافو. يا عيني صعبة صعبة أوي. الأفق. يطل الوطن العربي على محيطين. ايوه ايوه صح. ما عددهم؟ ما هم؟ ما هم؟ الهادي والاطلنطي. الهادي يا رب. الوطن العربي. الوطن العربي الهادي والهادي والفارسي. الهادي فين؟ الهادي بعيد قوي. الهادي انا بتكلم على ايه؟ الهندي. الهندي. الهندي والاطلنطي. والاطلنطي. سؤال لازال ليكم. بينسى. الخط رقم واحد الكلمة الأولى ده للأفقي. الاسم الثاني لمطرب كويتي. بقينا دلوقتي ايه؟ مطرب كويتي أربع حروف. نقول نبيل. نبيل شعيل. نبيل شعيل. نبيل شعيل. نبيل. برافو صح. إجابة سليمة. السؤال دلوقتي موجه للعمودي. العمود رقم 10 كلمة ثانية أتحدث معكوسة. فين؟ أكلم. ثانية. أكلم. 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 طيب السؤال ليكوا برضو. هل ممكن نغير في الحروف بتاعت كلمة أكلم دي بحيث ان انا اطلع بكلمات مختلفة؟ لو قدرتوا تطلعوا 8 كلمات لكم درجتين. ايه ساعات في البيت كتير قوي. مثلا املك ملك شويش واحدة واحدة عشان نعدهم. املك ملك ملك مالك. لا ملك 3 حروف بس. ملك اول واحدة. كمال. 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 ها هضطر اكمل من الفريق الاخر. لا بي لا لا ما لهمش لازمه. اقول انا ملك. 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 لا ملك. ملك. مالك. مالك. مالك او مالك. اه مالك. ها الفريق الثاني يشارك معانا. جابوا 3. اكمل. 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 ها لكما. كمال. لكما. لكما. كلكم. الكم. الكم. لا كما ولا مكا. لا كم. وكلام. 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 لا كلام. كلام جميل. الأفق. خط رقم 10 كلمة الأولى. أحد حروف الهجاء مكونة من 3 حروف. الهجاء. مبتدية احنا جبنا قبل كده يم. يعني هتبتدي باليه. تبقى ايه؟ يه وحرف وحرف ومربعين. يا. حرفين. يا. ها؟ يا. مظبوط. يا سلام. سلام. يا عليك. طيب. اللي طبعا دي سهله قوي. ما فيهاش شطاره عشان كده ما فيهاش علامات. دلوقتي لكم علامتين لو جاوبت على السؤال ده. ايه بقى؟ اما نشوف الفطاقه. عايزين 5 اغاني اسم كل اغنيه يبدا بكلمه ياء. يا يعز من عيني. وسهام. ها يعز من عيني. ها يا اللي كان يا واد. لا 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 سؤال ليهم. يا واد يا تشيش. يا واد يا تقيل. يا واد يا تقيل. يا ظلمني. الاثنين يا عز من عيني. يا اللي كان يجيك قليني. يا اللي كان. يا لهو يا لهو. لا 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 دي تلحينك انت. ايوه لا دي ما يا خليل القلب. يا واد يا تقيل. يا خليل القلب. يا خليل القلب. اه يا عز من عيني. ويا عز من عيني. ويا واد يا تقيل. ما هو اكتر من خالي. ويا عايز اكتر من كده. برافو لكم درجتين. طيب بالمناسبه دي يعني يا ريت غنوة من اللي قلتوها دي سهام تسمعها لنا. يعزيني. أنا بحب ليلى مراد قوي. واضح. يا عزي من عيني قلبي لقلبك مال. يا عزي من عيني قلبي لقلبك مال. شريك وشاريني وش يعملوا العزال. يا عز من عيني. يا عز من عيني. سفريكة بالصلاة. لا لا فؤاد خليل قاعد سمع دي اللي كنت ناوي اتهزقيها. طيب السؤال دلوقتي موجه للعمودي. العمود رقم 9 الكلمة الأولى. اسم يطلق على نوع من السفن الحربية السريعة. لا لا بشويش وفكروا. مكون من 4 حروف. اقول انا حربيه لو جاوبت هحاسب له. لا لا سفن حربيه سريعه. سريعه. الطراد. الطراد. الافقي.
الخط رقم 9 عاصمة قطر عربي شقيق والتسهيل خليجية. عاصمة ايه؟ المربعات 6 و7 و8 و9 و10 و11 9 معكوسة. معكوسة؟ أيوة. لو ما عرفوش نقول احنا ليه؟ أيوة بس لازم تديهم فرصة. ولا حاجة. اديتهم فرصة. الدوحة؟ الدوحة. الدوحة صح. برافو. إجابة سليمة. إجابة صحيحة. عمل فيها حفلة. العمودي. العمود رقم 6 المربعات 3 9 و10 و11 وعاء للفاكهة معكوسة 3 حروف. سلة. لا. سلة. برافو. سلة. سلة. برافو يا ليلى. الأفقي في كلام جميل وعذب، شعر جميل، يا ريت نسمعه. يا ريت. وبعدين نسأل السؤال. ألا يا صبا نجد متى هكت من نجدي فقد زادني مسراك وجدا على وجدي. أين هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي. بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا وأبديت الذي لم يكن تبدي. الاسم الثاني لصاحب هذا الشعر من غير الألف لام اللي هي أداة التعريف، أي يعني النقبة بس الكنية، هنلاقيه في الخط رقم 4 الكلمة الأولى. الكلام ده للأفقي. ده بتاع دمينة. 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 دمينة وتمنة. دمينة وتمنة. دمينة. ابن الدمينة. ابن الدمينة. المطلوب لفظ دمينة هنكتبه معكوسة علشان الخريطة تبقى سليمة قدامنا ونقدر نتعرف الحروف في الكلمات القادمة. دمينة. مظبوط. العمودي هو ابن دمينة. العمود رقم 3 أغنية معكم، أغنية للسيدة لينا احنا بيه الجليلة المرحومة أم كلثوم. الله ده انت عداهم. ده انت عداهم اصلا هم 2 4 6 الآهات اسفي ألف ولام. ألف ولام. موجود ألف ولام فعلا. نسمع بقى. نسمع إحدى عضوات الفريق ده بتقول لنا حاجة من أم كلثوم اللي هي تحبها. بس اطلع على النص.
السؤال دلوقتي موجه للافقي، الفريق الافقي. مفيش الا احنا ولا ايه؟ خط رقم 6. والله ساعات البيت صوت يعني خلانا ننعنش. اه والله طبعا ما شاء الله. خط رقم 6 نوع من انواع المسارح القديمه معكوسه. طبعا انتوا عارفين ان هو مسرح العرايس. 9 حروف. برافو. صح. الافقي برضو بس السؤال سهل قوي. سؤال تاني برضو للافقي. ايوه ما دام دخلنا في مسرح العرايس والفنون الشعبيه وعلاقه المسرح نسال سؤال. ايه اول عروسه ايهما عرف في الشرق قبل الاخر، المسرح ام خيال الظل؟ ايه المسرح بيه عن طريق الاغريق اليونانيين. طيب مسرح العرايس خيال الظل. خيال الظل. سهام ما عندي فكرة. يبقى هم أغلبية خيال الظل. إجابة سليمة. ما شاء الله. العمودي. ما شاء الله دراسة كاملة. العمود رقم 7. العمود رقم 7 الكلمة الأولى. من علامات فصل الشتاء معكوسة. من علامات فصل الشتاء. أيوة. خمس حروف. 1 2 3 4 5. برودة. 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 صح. إجابة سليمة. سؤال موجه ليكوا برضو. إذا كانت درجة سؤال عايز تفكير. أيوة. إذا كانت درجة الحرارة في القاهرة 5 تحت الصفر. أيوة. وفي موسكو 5 تحت الصفر أيضا. أي المنطقتين تكون أكثر برودة من الأخرى؟ موسكو أبرد. موافقين؟ ما أبي أنا بقول الاتنين زي بعض. لا موسكو أبرد. موسكو أبرد. ثلاثة بيقولوا موسكو. ثلاثة غلطانين وفؤاد صح. مالية يعني ما أنا متضايق. صح. انت رحتوا موسكو قبل كده؟ لا يعني سؤال تاني برضو ليكوا عشان تصلحوا موقفكم. طيب. الجغرافي. طيب. ايهما اكثر بروده، المياه التي تحت جليد القطب الجنوبي ام المياه التي تحت جليد القطب الشمالي؟ شمالي. لا بي مدام اجابه معتمده علشان اخد قرار. لا بعدين تحت الجليد فهي كلها درجه واحده. شمال. لا انا بعتبر الشمال. شمال متساويين درجه متساويه. لا الشمال. السؤال مش ليكم. الشمال يعني. شمال متفقين اعتماد شمالي. شمالي. غلط. لا الاثنين زي بعض. انا قلت ايه؟ انا قلت زي بعض. ايوه الاغلبيه بتاعت فريقك قال العكس. انا لازم اعتمد الاغلبيه. انا قلت الاثنين زي بعض. السؤال موجه دلوقتي للفريق الافقي. الخط رقم 3 الكلمه الاولى. ايوه معكوسة. ايوه اعتقد الشمالي. جاء جاء 4 حروف. جاء اتى يا صح. العمودي. في ايه؟ العمود رقم 11. ايوه الكلمة الثانية. ايوه الاسم الثاني لمطرب من المغرب الشقيق بدون الف لام. التعريف. عبد الوهاب الدكالي. 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 الدكالي دي. ايوه الدكالي. الدكالي واعتماد عليك يا رب. طب بمناسبه عبد الوهاب الدكالي. اه مفيش حاجه كده نقدر نسمعها من عماد عبد الحليم بمناسبه ان هو يعني شاب شقيق من المغرب؟ طبعا اذا كنت فاكر حاجه اشترك معاكم فيها اهلا وسهلا، ما اشتركش نسمع كده مطلع من الاغاني الحلوه بتاعتك. انا هقول حاجه لاستاذنا الكبير استاذ عبد الحليم حافظ. يا ريت. على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي 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 ولا بيدي على حسب ما يودي ما يودي ما يودي وياها انا ماشي 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 ولا بيدي معرفش ان كنت مروى ولا امتى الهوى حيهدي معرفش ان كنت مروى ولا انت الهوى حيهدي وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع عناوينا اهي دنيا بتلعب بينا
يمكن ترجع أنا وينا ويكون لي معاك تاني أبويا أيام حلوة وحكايات حكايات 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 على حسب وداد قلبي يا أبو على حسب وداد قلبي يا أبو. الأفقي سؤال للفريق الأفقي الخط رقم 7 الكلمة الثانية. جزيرة في البحر الأبيض المتوسط أربع حروف. قبرص. قبرص قبرص سليم. الفريق العمودي العمود رقم 8 الكلمة الأولى عمودي. الكلمة الأولى ثلاث حروف. ثلاث حروف بمعنى دناءة. خسة. خسة خسة مظبوط. الأفقي سؤال للأفقي خط رقم 1 الاسم الثاني للاعب كرة مصري. خطيب. محمود الخطيب. محمود الخطيب. الخطيب تخسر نقطتين عشان اتكلموا بعيد السؤال علشان هم قالوا لكم فاعتبرت الاجابه كان لم تكن بس هم خسروا نقطتين. برافو. واحنا كاننا عايزين خمس لاعبين من اجيال مختلفه. خمس لاعبين كره قدم من اجيال مختلفه عرب اخرهم. أيوة. جيل محمود الخطيب. ده جميل جدا. عرب السؤال ليهم. طيب. لان انتوا جاوبتوا وخسرتوا كلمه نقطتين. اهمدوا اهمدوا وانتظم. الدزوي يوسف الدزوي ده لطيف وحماده امام محمد لطيف ده جيل سوا. طيب محمد لطيف وحماده امام حنفي بسطان. وحنفي بسطان ده جيل. لا محمد لطيف ده جيل. أيوة. حنفي بسطان ده جيل. ايوه, أيوة. ثم الدزوي. الدزوي جيل. حمادة أمام. أيوة. حمادة أمام جيل. وبعدين الخطيب. خلاص الخطيب. ومين معاه؟ مين معاه؟ يوسف و فاروق جعفر. فاروق جعفر. يبقى إجابة سليمة. ست نقط. ست نقط الأفقي وريحه. تمام. العمود رقم 8 الكلمة الثانية. طبعا دلوقتي دي عرفنا عرفنا طبعا لأن طلعت الخاء وطلعت السين وطلعت الره فعرفنا انها خسر. طب سؤال له يعني سؤال سهل الحكايه دي نقدر نوصل له. اول سياره بخاريه في العالم كانت سرعتها 18 كيلو متر كل 90 دقيقه. خليكم معانا السؤال ده للعمودي. ما هي الكلمه الثانيه طلعت خسر فمش مش مفيش سؤال. فدلوقتي عايز اسالكم سؤال تاني. أول سيارة بخارية في العالم كانت سرعتها تبلغ 18 كيلو متر كل 90 دقيقة. كل 90 دقيقة. طيب السيارة دي كل خمس دقايق تقطع كم كيلو متر؟ رد انت بقى عشان انت اللي حضرت المسألة دي. أنا كنت أدبي. السيارة دي كم كيلومتر تقطعه في الخمس دقايق؟ لا ولا اتنين. لا لان السؤال موجه لي. لما ما يعرفوش نوصل لكم. 18 ايه يا ريكي 18 راجل روح. انت ما خدتش بالك من السؤال يا اخوان. بس يا اخوان من فضلكم السياره سرعتها 18 كيلومتر كل 90 دقيقه. كل ساعه ونص بتجري 18 كيلو البخاريه بتاعت زمان دي. ايوه طيب في الخمس دقايق تجري كم كيلو؟ كيلو. ها؟ كيلو. برافو ليلى. كيلو. 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 برد احنا بقى. برافو. لا ما جابتش. لما هي ساعه كيلو وهي هتمشي اكتر من كده فين؟ الافقي. يا دوبك. الخط رقم 3 اسم يطلق على اراضي سهل الساحلي في الوطن العربي. تقع هذه الاراضي على الساحل الغربي لشبه الجزيره العربيه. مين؟ تهامة. 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 لا هي ما تتنطقش تهامة. 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 بس الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة سليمة. العمودي. العمودي. العمود رقم 10 الكلمة الأولى. من مشاهير اللغويين العرب من غير ألف لام. هو معكوسة؟ لا. معكوسة. ما تجاوبش أنت. أشهر الرواه العرب. الأصمعي.
الأصمعي. بس احنا هنحط هنا أصمعي فقط. ما بقولت من غير الألف لام. ويقال أن لولا الأصمعي كما يقول المؤرخون لكنا فقدنا الكثير من دواوين العرب وأشعارهم. الأفقي الخط رقم 10 آلة موسيقية من 4 حروف. الخط رقم 10 الكلمة الثانية فلوت. صح. ما في لام. برافو عليك. بس دي سهلة قوي وعشان كده هنتبعها بسؤال آخر. أيوة. صعب شوية وبرضو في موسيقى. إخواننا بقى المطرب المطربة والمطرب هم اللي يجاوبونا. آلة الفلوت الموسيقية دي استحدثت من آلة موسيقية عربية قديمة. أيوة. ما اسم هذه الآلة؟ لا. اللي استحدث الفلوت منها يعني الناي والأرغول. آلة بدائية. أفندم؟ آلة بدائية. شبابة. إيش؟ شبابة. برافو. صح. شبابة. آلة بدائية. العمودي. خليكم معانا من فضلكم. أيوة بيه. العمود رقم 1 الكلمة الثانية. الاسم الثاني لفنان معروف من ممثل من ممثلي دولة الإمارات. وأول اسم له أحمد. جسمي. أيوة. جسمي. جسمي. برافو عليك. الأفقي الخط رقم 11 كلمة تانية. ضحكة خفيفة بدون صوت معكوسة. بسمة. برافو. ده ايه ده في تقدم غير عادي يظهر ان كنتوا اتمرنتوا من العاد. ذاكرنا عشان العمودي. العمود رقم 4. ايوه اتفضل. الكلمه الثانيه مطر خفيف دائم. معكوسه. لهام. لا سليمه. لهام. لا رعد. عندك ره وه وحرفين كمان. رياب. مين؟ ره وه يا بنتي. يا ليلى. رياح. رياح. ريه. ريه وهي. بمعنى مطر. اهمد. بمعنى ايه؟ ره. مطر خفيف دائم. لهام. ها؟ لهام. ريهام. لهام. حد في الدنيا يقول لهام. ري. ريهام. ما عرفوها ريهام فلاهم نقطتين. ريهام. ما قدرتوش يوصلوها رغم ان ريه وهي موجود. احنا مضطهدين. ريهام. الخط رقم 4. الكلمة الثانية يا رب ما يعرفوها. بمعنى راقبة معكوسة. رصدة. رصدة. برافو. ما هي الره والره والصاد موجودة. من عارف. العمودي. سؤال ودات موجه للعمودي. العمود رقم 9. الكلمة الثانية من الاختراعات المفيدة جدا للوصول للدرجات التي نريدها. عشان توصلي للدرجة اللي انت عايزاها. كمبيوتر. مس. من الاختراعات مصعد. ايوة. مصعد. مصعد. السؤال دلوقتي للعمودي. يا ريت. اي عام تم تشغيل المصعد بالبخار؟ مين يا ريت؟ في اي سنة تم تشغيل المصعد بالبخار؟ طب سهلها. يا ترى. أسهل. أيوة ساعتين. 1851 1861 أو 1868. أقول أنا به واحد وكم؟ 1861. شا بصوا لي هنا. بص. 1861. لو أفندم. 1861. برافو عرفتيها إزاي دي؟ أنا قلت لها. بالفقاقة. كان جدا باشا بالمصعد. بالفقاقة. الأفقي. نعم. يا رب ما تعرفه. الخط رقم. الخط رقم 2. الكلمة الأولى أصبح لها سهل دلوقتي. رصة بمعنى ضمة. كتبت خلاص. والثانية مكتوب. ودي طبعا ما نقدرش نسأل عليها. لا يمكن. السؤال دلوقتي عندي 3 أدوية. بنسلين وأنسولين. بنسلين وأنسولين وكلورومستين. وعلى فكرة نطق باللغة العربية اسمه بنسلين. بنسلين. بنسلين العربية. ايه اللي انت عايزه يا استاذ صلاح فيه؟ يعني مثلا ايه اللي انت عايزه يا فندم؟ اللي احنا عايزينه بقى. استنى اجيبها لك. في اسمين متجانسين من الثلاثه دول، واحد نشاز. اي اسم هو النشاز؟ كلورومايستين. كلورومايستين هو النشاز. سؤال
للأفقي ده سؤال إجابة هعتمدها دلوقتي. تقولوا حاجة. الأنسولين. اعتمد واحدة إجابة. الأنسولين. النشاز إيه؟ في اتنين متجانسين وفي حاجة شاذة. الأنسولين الشاذ. ليه؟ لأن الأنسولين ده لعلاج حاجة معينة. علاج السكر. والجلوكوزين نفس العلاج يعني فيها ميثيل. فيها بنسلين يعني. الاثنين الاولانيين المتجانسين الانسولين والكلوروماستين دي مستحضرات طبيه. أيوه. انما الانسولين ده بيطلع منين؟ ده من الغده. من الغده. ايوه. من غده البنكرياس. انت عاوز بيطلع منين؟ من الغده. بتستخرج عشان علاج امراض معينه. بيطلع من الغده. بس ما قلتلناش بيطلع من الغده والعشوه. غده البنكرياس. غده. عشان الغدة دي طبعا البنكرياس هي اللي بتفرز الانسولين عشان السكر. شوجر. انما البنسلين والكلوروماستين دي مضادات حيويه مستحضرات طبيه. انتبيوتيك. حاسس اني برتعب. بكالوريوس. احنا بالمناسبه دي الحلقه دي ما سمعناش في حد ما سمعناهوش. استاذ شفيق. استاذ شفيق. طب نسمع بقى يا عم يا بنا. يا عم يا بنا أول أساس وابني وارسم لنا جنة بالسعادة تساعدني يا عمي يا بن يا عمي يا بن يا عمي يا بن. الله الله ما شاء الله. ايه حنان شوي؟ والله بيه نسأل سؤال وبعدين حنان تستعد. للأفقي خط رقم 2 الكلمة الأولى بقت سهلة دلوقتي ورصنا خلصنا وسألنا احنا الأنسولين. السؤال العمودي دلوقتي. القلب واللسان جمع في مثل عربي مشهور، ما هو هذا المثل والإجابة لها علامتين للعمودي؟ اللي في القلب على اللسان. الاثنين سوا. اللي في القلب على اللسان. اللي في القلب على اللسان. بس اللغة العربية السهلة يعني. قلب على لسان. اللي في قلبه على لسان. هو اللي في قلبي على لساني. ممكن نعتبرها صح. انما هقول لكم المثل ده لانه باللغه العربيه المرء باصغريه قلبه ولسانه. والله النتيجه يعني طبعا مش في صالحكم خالص يا عمودي، يعني هرجتوا فنسيتوا نفسكم. فالكمبيوتر مديكوا 29 درجه ومدي للافقي 38. السؤال ده عليه 6 درجات، لو خدتوها تبقوا 35 من 33 معقوله. فهوجهه لكم انتم بالذات علشان تبقوا قريبين من بعض. في درجتين حنان ضيعتهم. الاسم الحقيقي للفنانه الكبيره المرحومه ام كلثوم. ما حدش يتكلم، انتوا بس. فاطمه. ها فاطمه. لا كامل. لا. اسم كامل. 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 فاطمه الزهيري. لا لا كامل. فاطمه ابراهيم. ايوه برافو فاطمه. أيوة. ابراهيم. 6 درجات بين 35 ل 38. شكرا والى اللقاء.